بعدما أصبح الحلم حقيقة، تتويج اتحاد طنجة بلقب البطولة الوطنية الأول في تاريخه فتح شهية الجماهير الطنجاوية نحو مزيد من الألقاب والتتويجات. شهية اصطدمت بسلسلة من النتائج السلبية عند بداية الموسم الحالي، نتائج عجلت برحيل صانع الفرحة المدرب إدريس المرابط، وتركت الجماهير الطنجاوية تنتظر الربان الجديد الذي سيلبي طموحاتها. المفاجأة، إدارة بطل المغربي تتعاقد مع مدرب بسجل جد متواضع، وسارت عكس رغبة الجماهير الرافضة لهذا التعاقد. مخاوف الجماهير الطنجاوية تجاه التعاقد مع المدرب التونسي أحمد العجلاني لم تتأخر كثيرا، بداية بالإخطاء من مسابقة كأس العرش إلى جانب تخبط نتائج الفريق في البطولة الوطنية، ونهاية بالإخطاء من دوري أبطال إفريقيا. كلها عوامل ندا أكدت التدبير الخاطئ لإدارة ناد يحمل شعار البطل، ووضعت أعضاء المكتب المسيرة أمام فوهة بركان من الاحتجاجات والغضب الجماهيري. والامتصاص غضب الشارع الطنجاوي، علقت إدارة فارس البوغاز شماعة هذا الإخفاق للمدرب أحمد العجلاني، وأقالته من منصبه بعد أسابيع قليلة فقط من التعاقد معه. إجراء لم يشف غليل الجماهير التي تعالت أصواتها مطالبة باستقالة جماعية للمكتب المسير، معتبرة إياه السبب الرئيسي في وضعية الفريق الحالية. احتجاجات استمرت رغم إقدام إدارة عبد الحميد أبرشان على تعيين جهاز فني جديد بقيادة المدرب عبد الرحيم طالب ومساعده عبد الواحد بالقاسم، لعل الفريق يخرج من نفق النتائج المخيبة. فهل خرج الفريق من هذا النفق؟ نعم خرج، ولكن خرج من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي على يد الزمالك المصري، إخفاق آخر نسب هذه المرة إلى الغيابات وانعدام التجربة في مثل هذه المنافسات. طويت إذن صفحة المشاركات القارية، وفتحت أبواب منافسات البطولة الوطنية في امتحان جديد ظهرت نتائجه الأولية إيجابية. انتصار أول هذا الموسم بالميدان كان على حساب المتصدر الوداد البيضاوي، وانتصار آخر على التوالي كان بفك العقدة أمام الفتح الرباطي. فهل يواصل اتحاد طنجة على هذا المنوال وينافس على لقب البطولة الوطنية، أو يحتل المراكز الثلاث الأولى، أم سيلعب فقط من أجل تنشيط البطولة؟